لتأتيكم كل يوم خميس بداية من الساعة 9 مساء. نقول للصائمين أيام إضافية وصابرين، نقول لهم صح فطوركم، وأيضا مرحبا بكل مشاهدين الكرام في هذا العدد اللي راح نتحدث فيه على الكثير من المواضيع اللي تخص كرة القدم الجزائرية. تشاهدون على يميني المحاور التي سنتناولها في هذا العدد رفقة أبرز النقاد من زملائنا اللي رجال الإعلام اللي يشرفونا بحضورهم فيها في أعداد بالمكشوف للحديث عن الكثير من المواضيع، محللين أيضا وعلى رأسهم نرحب بعلي بن شيخ. مساء الخير علي. مساء النور، السلام عليكم. أزل فلون أزل علي، مساء الخير. سنعود لك لنفتح قوس بخصوص ما حدث أمس في مواقع التواصل الاجتماعي والفيديو الذي نال قسط كبير من البارتاج والحديث أيضا عن هذا الموضوع. راح نفتح قوس مع علي بن شيخ، من حقه أنه يوضح لنا الأمور للرأي العام، لأنه هذا الفيديو انتشر بسرعة البرق. سمير عماري، اهلا وسهلا بك، مساء الخير. السلام عليكم. ازول فلون ازول سمير، نرحب ايضا بزميلنا استاذنا السيد يزيد وهيب. اهلا وسهلا بك يزيد، مرحبا. مساء الخير رضوان. مساء الخير ليزيد وهيب، ومساء الخير لحسين اشيو. اهلا وسهلا بك، مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور رضوان، السلام عليكم. شكرا لك في بدايه الحصه. قبل ما نعطيه الكلمه لعلي بن شيخ، لابد ان نترحم على والدة زميلنا وصديقنا شريف كمال بقناة الهداف اللي توفت الوالدة تاعه صبيحة اليوم ووريت الترى مساء اليوم أمسية اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة الحراش رحمة الله عليها، ونطلب الدعاء لوالده الذي هو آخر بكورونا وعلى فراش المرض. نتمنى له أيضا كل الصحة والعافية بدعائكم إن شاء الله. أدعي له لأنه الوالدة التحقت إلى جوار ربها صبيحة اليوم، والدة زميلنا شريف كمال، تعازينا الخالصة لكل عائلة الكريمة ورحمة الله على الفقيدة. نبدأ عاد البقروة تاني توفى لعب لعب نعم توفى الوالدة عائلة بقروة، وربي إن شاء الله يعطي لهم الصبر. ربي يعطيها الصبر إن شاء الله. كذلك عائلة حجاوي. نعم حجاوي رح نوصلوا. كذلك ناصر العوابي لاعب نعم. قديم لوفاق وفاق سطيف. نعم ربي يرحمه، توفى في فرنسا. نعم نتقدموا يعني بتعازينا لعائلته وكل عائلة الوفاق. واضح. إذن بهذا قبل ما نبدأ أول فقرة في عدد اليوم، لابد أن نفتح قوس للحديث مع علي بن شيخ. احنا القضية على مستوى العدالة، على كل حال لا نريد أن نتدخل في عمل العدالة، ولكن أنت تريد أن توضح للرأي العام بعض النقاط بعدما وضح محاميك القضية على مستوى التواصل الاجتماعي. الأستاذ لمحامي علي بن شيخ وضح القضية، ولكن تريد أن توضح للرأي العام ما الذي حدث حتى تصل الأمور للفيديو اللي تسرب أمس على مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيك صحة على كل هردوان، أعطيتني الأوكازيون باش نوضح الشعب الجزائري قال لي يشوف، وهو يشوف الحقيقة ويشوف لافيريتي، وكما قلت نخليه من بعد العدالة هي اللي تدير خدمتها. هادشي نوضحوا نبداو باش يفهموا الناس، ومن بعد توري تصاور كل اللي كاينين. هاد وين نسكن انا، وين نسكن انا في لي مبلي نسكن فيه انا، عندي استديو في التحتة. استديو هذاك في نفس العمارة، في نفس العمارة انا نسكن من الفوق وعندي استديو من التحت، وهذاك استديو عندي لي فري فونسي تاعو هاوليك شاريه شي سيمون بيع. اوكي ستيديو بركه يدير 20 يامات، الورك ما عنديش قصورات. ستيديو هذاك نحمد ربي ونشكر الدوله الجزائريه اللي دايره قوانين وين اي جزائري ينجم يكري شيو في باب القانون. وانا كريت ستيديو الانسان راجل وعند النوتار، هام الكوارت عند النوتار. انا كاري عند النوتار، انا ما نهربش على القانون، انا نضل نهضر نحارب في الفساد، كل شيء نمشيه بالقانون. هاو النوتار، انا نوضحوا برك امر، انت اللي كاري مش ابنك. انا شي مش الجمهوريه. دوك نجي كريت عند النوتار وبكوارتي نكري عند النوتار، ومام سي ليا دي زامبوا بي القانون، اللي يحبوا القانون نمشي مع القانون.
هذه وحده باش يعرفوا بلي هذا الشيء وانا اللي كاري وليدي مزوج ويسكن 30 كيلومتر دالجي مزوج عنده زوج بنات في دارو وكلشي الناس هادو حبوا يقيسوني زعما وليدي او يديروا كذا القانون اللي كره كلشي يمشي بليبروف باش يقيسوني انا لانني نحارب الفاجو ديرونج بوكو واش عليه تما كاين دو كاف وحده في سقيفه ريتشوسي كما نقولوا لها حنا سقيفه حاكمها واحد اللي يسكن في الويتام خلى له نفتح ماشي عارف واش يدير سيد قعد فيها ما يسكنش لتم وهذيك هذه اللي في سقيفه يا زيد لي زويز يحاشوا توي واد كاع يرميو لتم باش يروحوا لي روكار هذيك دايرينها بالكادنا اللي استكلف خلينا هذاك الجار اللي بالفوق خلينا نفتح باسكو سي تان بيان كوما ماشي تاعي انا تاع الجيران باش غدوه نبدا يطرطق توي ولا تخدمها اوكي انا قلت لهم تما شفت لو فاي فيان بزاف قلت لهم لازم تتنغلق يا طرود فاي فيان وانا نسكن تما وحنا الناس محترمين والشعب يشهد والدوله راهي تشوف وتبحث في البريمير ايطاج كاين لا ميم شوز سي اون كاف الموفمون رايح طرو لهم يبدي يحبس ما حملوهاش كي يحبس وين لا غورت كي في دي بورد دي لو فاز الغور كي بناو باسكو بنيان تاع فرنسا في التروازيام ايطاج كي تطلع كاينه اون تيراس كبيره وشابه الغور بناوها يديروا رينيو هما هذاك الوقت يضربوا ابيريتيف يحكيوا على المشاكل تاع الحومه هاملك صوره هاملك صوره هنا هاملك كي هنا كي جات الدوله كسرت لهم شوف دوك شوف انتوما شكيتو انا اللي شكيت هاو كاش كانت هي في لوريجين فهمني ومن بعد هاملك شوف لي تواقي نحاوهم الدوله هاملك دوك تشوفوا درك تشوفوا هاملك كيفاش غلقوها باش يقسموها غلقوها في زوج باش يقسموها يديوها هاي كيفاش لو هام الدوله راهي تكسر شوف هنا هاليك كون موجد كلش باش يقسموا كلش انا الجيران سيني ولي بيتيسيون عندي بيتيسيون مسيني الجيران والجيران كاع الناس كبار وكدايا ناس هاي لك بيتيسيون نعم عطينا الورقه الاولى قبل هذه البيتي قبل هذه الورقه هذه نعم هذه اللي هذه اللي نوريوها لي انه تاع الجيران هذه لاتر دو رابيل للديزيام لو 22 مارس هذه لاتر دو رابيل وعندي هنا جلاتر خلاص سي بون هذاك تاع لاتر دو رابيل هذه اللي استكلف تما بالحومه رحنا انا وياه الكافينياك سقسيت انا كيفاش القانون يمشي انا ما نعرفش القانون قال لك ديبوزي بلانت في الكافينياك والكافينياك هي تسقيل البلديه لو 22 مارس شحال عندها 22 مارس شهرين فايته لا لا شهرين لان اليوم رانا لو 20 مي صح شهرين غير يومين واش عليه ديبوزيت بلانت في الكافينياك لو 22 مارس وعباك الشرطه ما تعطيكش اكوزي ريسبسيون ممنوع الشرطه الكافينياك داروا خدمتهم سقاو البلديه باش البلديه هي اللي تجي تكسر جاوا البلديه والشرطه لتما قلت لهم هاي ليك بالورقه هذه اللي هنا مكتوب بلي هذوك لي دو كاف طلبت يتغلقوا في 22 مارس طلبت انا يتغلقوا و لا تيراس اللي داروا لها بالبريق قسموها بخلاص باش يديوها قلت لهم لازم تدخل جاوا الشرطه بعد ما شكينا في كافينياك الشرطه جات و لا بي سي جات منهم الفيس بريزيدون دوربانيزم اللي هو مسيو صيفي جاوا لتما بالشرطه بكاع الدنيا دول عماره بوليسيه جاوا شافوا والاخرين يبنيو سقاو لهم ارواح قالوا تحبس البنيان قالوا قلت لك تحبس البنيان قال لهم هي داكور حبسوا البنيان حبسوا البنيان الشرطة راحت بلدية راحت هما كملوا عاودوا يبنيو طلعت لي السخانة عاودت زقيت لابيسي وزدت رحت أنا للديزيان في رمضان السبعة وسبعة وخمسة وعشرين كان يدنوا ستة وعشرين لما يشعر أدن عليا عندهم لهم قلت لهم اروحوا تشوفوا ام عاودوا يبنيوا انتم رحتوا ام بداو يبنيوا قال لي مور العيشة ولا 11 تاع الليل انا نجيو ايفيكتيفمون الشرطه دارت خدمتها جات شافوا كدا البنيان وكدا صح سي بون سي بون نسقي لا بي سي
السنة مازال عندهم دوتر شعفويتي عندهم كاع خدمات واحد اخرين جبنا بها 10 ايام بعد زادوا جاوا لا بي سي 4 فوا باش نابريجيو 4 فوا لا بي سي تجي مع الشرطة كل ما يقولوا لهم حبسوا يحبسوا يعاودوا ريبرون بعد انا زعفت قلت له هذا يا تسمى لو كان كملوا هذا الفيلم منا على 50 سنة ومازال نلعبوا قلت له دركا او سي صيفي راه مشكور هو على كل حال دار خدمته قلت له يا سي صيفي دركا ولا تبقوا القانون انا عندي شهر وشي وانا تجريو فيها ولا تبقوا القانون باش تريبوا هذا سي تامبيان تاع الجيران سي واش داروا غير قانون وفي الدروج بناوا في الدروج دروج داروها الكور الله الله كيفاش تطلع تطلع كنا في الدروج عندي لي بروف عندي كلش لي فوتو واش علاقه هذا الشيء بواش صرا البارح استنى باش تشوف لا وري له هاي كاش كانت هي الكور كيفاش بناوا باش تطلع الجرد الله الله جاو داروا لنا الغم هام الدوله راهي تكسر ماشي احنا اللي نكسروا الدوله بالقانون الدوله جات تكسر هكذا هاي ليك كيكسروا لهم هاك تشوف فيهم قاعد نعم شفناهم هاي الدوله باختصار عليه باش نصحوا كيكسروا بعد الدوله سي بون راحوا خلاص كسروا كلش ادي ابري 4 فوا كسروا كلش من بعد لحقنا وين جاني جا واحد يكري قلت له وي ارواح تفهمنا دا كري كريت له شي مون بيان هاو ليفري فرونسي تاعي ستوديو شاري ما شريتش قصور ستوديو وهاو كونترا نوتاري صح كريت بالنوتار انا ما نكريش تاع اليوم يخرجوا في الدعايات كريت بالنوتار انا ماشي نحارب الفساد باش الناس تجي تحكم عليا بنفسي انا بالقانون بالقانون وانا نسكن من الفوق مع عائلتي بناتي والزوجة تاعي نسكن من الفوق ما نجامش نكون في هذا الشيء وليدي ماشي هو اللي كري انا اللي نكري وليدي في دارو خدام عنده بوست ما شاء الله يخدم على روحه سي تان يونيفرسيتير وليدي عنده زوج ابنات 25 سنه في عمره زوجته اليوم 31 سنه راهو بزوج بنات الله يبارك لاباس خدام سيريو عم يعرفوه كاع وتعرفوه انتم نعم واش هذا الشيء اللي صرا هذا كي تكسر هذاك الشيء وطلبتي تغلقوا ولا اليومين باش السلطه تعرف بلي انا علاش راني نقول هكذا انا ندير نداء لو ديريكتور جينيرال دو لا سيرتي ناسيونال اللي نحترموه بالبزاف وسيد الوالي دالجي محترمين نحترمهم نقول لهم بلي انا من 22 مارس اللي وانا نشتكي باش يتغلقوا لي دو كاف ما نقول والو واش كان لو فاي فيان بك الدوله هي اللي تدير لونكات تاعها باش يتغلقوا لليومين ما تغلقوش من 22 مارس ضربت شهر ونص وانا نجري لي ياو بوكو دو روتار والحمد لله مالغري سو روتار نشكر لا بوليس لان دارت خدمتها ونشكر الكوميسير تاع الديزيام لانه هو وقف ودار خدمته والشرطه وقفت دارت خدمتها والبلديه سي صيفي مالغري انا عشت نقول السيد الوالي والديبوزيت بلانت عند مدام الوالي ديليغي تاع سيدي محمد سيدي محمد نتبعت كاع واش كاين هاديه القضيه اليوم في العداله يعني لا مازال البارح كي صرا هذا ويفيلم ويوري وكدا انا بالقانون خليتهم يديروا واش يحبوا رحنا داونا كاع رحنا للديزيام تاع تيلي متابعين تم من 10 تاع الليل راح مام الشخص اللي كريت له هذاك اللي كان داخل المنزل اه نو اللي الراجل اللي كريت له جا وديبوزا بلانت باسكو كسروا لي الكارو ضربوا لي الكارو تاع ستوديو بدبزه وخرجت من في الفيسبوك عم يديروا هذا الشيء والوليد الراجل هذا تبليسا وراح ديبوزا بلانت ودار عند راح سبيطار بون هو قالنا ديبوزا بلانت حنا كلش بالقانون ديزيام قلت لك من 10 تاع الليل ولا 10 ونص هكذاك حتى وانا التم مام اللي كانوا تم حتى 7 ونص تاع الصباح ما رقدناش تما يسمعونا ويعاودوا سي نورمال ما يديروا في خدمتهم ما مطولش شويه واش عليه حنا ليسونسيال كي رحتوا ديبوزيو بلانت اه انا ديبوزيت بلانت باش السلطات يسمعوا انا ديبوزيت بلانت بهاد الاشخاص شي واحد اشخاص كاع وهادو اللي ديبوزيت بلانت بهم ومنهم اللي دار نشر الفيديو كاين واحد اخر يزيد دوك نجي يزيدوا يجبدوه في الكابتور ديكرا اللي نشروا هادي هنا تعدوا لي على شرفي وتعدوا لي على حرمتي
لان المره البارح انا اقسم بالله غير عن بالي ماتت من الخلعه. تعيط مسكينه ما قدرتش. تسكن فوق جوست فوق نسكن من الفوق انا كالكو زيطاج على الاخر. دونك تزاولي على حرمتي قال لك هو يدير كذا وكذا. نحن العداله هي اللي تحكم دير تحكم. انا انسان نحترم القانون توجور نحترم القانون لو كان ما نحترمش القانون وقيل اني مرفه. وهذه اللي نحترم القانون انا العداله نثق فيها وكنت نقولها نثق فيها عند عام او عامين اللي تغير الحكم هذا وانا نقول العداله جي كونفيونس انورميمون في العداله ان شاء الله هي دير خدمتها لان نثق فيها ولكن انا شرفي وهذا الشيء اللي يحبوا يوسخوني لان جو ديرونج بوكو دو جون اللي دركا وجعاتو يحب يدير اسم صغير وما يديرش اسم يحب يقيس علي بن شيخ حبوا يقيسوا بوليدي زعما باش يقيسوني انا لان راني نقلق في بزاف بتاتر شي ناس ولهذا انا شرفي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله جوسكا ما مور نديفونديه ما نحب حتى واحد يتعزى لي يتعدى لي على شعر سي بور سا كو جي ديبوزي بلانت والعداله ان شاء الله باذن الله هي اللي الثقه تاعي راهي تامه فيها ديبوزي بلان انا ما عندي لا يقول لك عنده معرفه ما عندي معرفه تاع شكون عندي معرفه ربي سبحانه متوكل عليه صباح وعشيه عندي معرفه الثقه تاعي في الدوله وفي العداله وعندي المعرفه تاعي واش هي الشعب الجزائري هو اللي يحكم واضح اذا ملي كسرنا هذا الشيء ولاو كل شيء دي مونسونج عليا انا يا خويا كل شيء روح عند البروكيرور نعم ونهضروا ومازال ينوطر بلانت كاين لي وداربيان اللي راح نديبوزي نهار السبت واضح اذا بهذا نغلقوا القوس ونبداو حصتنا اليوم مع على بركه الله اعطينا الكلمه لعلي بن شيخ والعداله ثم العداله هي اللي تفصل في هذه القضيه نبداو مع اول فقره في عدد اليوم وهي فاجعه مغادره